رحمه الله تعالى: لا تدهشك واردات النعم عن القيام بحقوق شكرك، فإن ذلك مما يحط من وجود قدرك. يقول: لا تدهشك واردات النعم عن القيام بحقوق شكرك، فإن ذلك مما يحط من وجود قدرك. ما معنى هذا الكلام الدقيق الذي يقوله ابن عطاء الله رحمه الله تعالى؟ يكرم الله عز وجل أحدنا بنعم، لا أقول بنعمة، بنعم كثيرة، كنعمة العافية، كنعمة المال الوفير، كنعمة الدار، كنعمة الطمأنينة، الأمن. وينظر أحدنا إلى هذه النعم وكيف أنها جاءت من عند الله سبحانه وتعالى، يفكر في شكر الله عز وجل عليها، فيجد نفسه عاجزا عن أن يشكر لا هذه النعم بل أي نعمة مهما صغرت منها، يجد نفسه عاجزا عن القيام بالشكر الذي أمره الله عز وجل به. ذلك لأنه يتصور أنه عندما يريد أن ينهض فيقوم بواجب شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم أو على بعضها، يجد أن الله هو الذي أقدره على شكرها، ومن ثم فشكره لله عز وجل على هذه النعم نعمة أخرى أسداها الله سبحانه وتعالى إليه، تحتاج هي الأخرى إلى شكر. فإن أراد أن يشكر الله على أنه عز وجل قد أقدره على أن يشكره على نعمه الأخرى، فهذا الشكر الثاني أيضا نعمة أنعم الله عز وجل بها عليه، وهذه النعمة تحتاج هي الأخرى إلى شكر، وهكذا تتسلسل النعم، وكل نعمة تحتاج إلى شكر، ويقع الإنسان تحت أعباء هذه النعم لا يستطيع أن يؤدي شكر أي منها، فيخيل إليه إذن أن عليه أن يقعد عن الشكر وأن لا يلتفت إلى هذا الواجب لأنه ليس قادرا على أن يشكر الله سبحانه وتعالى، ومن ثم يعطي نفسه الحرية أن يتصرف كما يشاء، لأن هاجسا نعم يوسوس إلى نفسه يقول له: أنت لا تستطيع أن تشكر الله عز وجل لأنك لا تملك أي قدرة على الشكر، ومن ثم فأنت لست مكلفا بالشكر، لأن الباري عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، ومن ثم يطمئن هذا الإنسان إلى أن له أن يفعل ما يشاء وأن يتقلب في نعم الله كما يريد، وأن يزيل فكرة الشكر عن رأسه لأنه عاجز، والله عز وجل لا يكلف العاجزين، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه الخواطر التي قد تخطر في بال الإنسان من أين تأتي؟ تأتي من الشيطان، وهذه طريقة من الطرق الكثيرة وحبالة من الحبالات الكثيرة التي يجر بها الشيطان ويصطاد بها ضحاياه. ينبهنا ابن عطاء الله إلى أن نستيقظ وإلى أن لا نخدع بهذا الكلام.
الواقع أن فينا من يقول فعلا، طيب وهذا كلام صحيح فعلا، وهل فينا من يستطيع أن يشكر الله سبحانه وتعالى شكرا حقيقيا على نعمة ما من النعم التي أسداها إليه؟ ومن أنا حتى أشكره؟ أنا إذا أردت أن أشكره بكلمة الحمد لله فإن هذه الكلمة هو الذي أنطقني بها، إذن ينبغي أن أشكره عليها. وإذا أردت أن أشكره بأن أنفق جزء من مالي الذي متعني الله عز وجل به على المحتاجين والفقراء، فينبغي أن أعلم أنه هو الذي ألهمني هذا العطاء. إذن هذه نعمة أخرى، ليس شكرا، بل هي تحتاج إلى الشكر. وربما قال أحدنا إن معنى شكر العبد ربه داخل في معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه. من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، كلمة من هذه تشمل كل من أسدى إلينا معروفا، يدخل في العموم حتى ربنا سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: انظروا إلى من أسدى إليكم معروفا ينبغي أن تكافئوه على معروفه، حتى الباري عز وجل يسدي إلينا لا معروفا بل نعما كثيرة، وكل النعم التي ترد إلينا من عنده. إذن ينبغي أن نكافئ الله عز وجل. هل أستطيع أن أكافئ الله؟ كلمة فكافئوه يعني قابلوا نعمته التي أسداها إليكم بمثلها، يعني أكرموه بمثل ما أكرمكم به، هذه هي معنى فكافئوه. فربما قاس بعض الجهال شكر الله عز وجل، شكر العبد ربه، على هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخيل إليه أنه عندما يشكر الله يكافئه على نعمه. أكيد لا نستطيع أن نكافئه على نعمه، ومن أنا حتى أكافئه على نعمه؟ إذن طيب، إذن كيف أشكر الباري سبحانه وتعالى؟ ها هنا الجواب، وهذا ما يريد ابن عطاء الله أن يلفت نظرنا إليه. معنى شكر الله عز وجل لي على نعمه التي أسداها إلي أن أعلم هذه الحقيقة، يعني أن أقول لربي بلسان حالي قبل لسان مقالي: يا رب، النعم كلها من عندك، وأنا إذا أردت أن أشكرك فشكري لك نعمة أخرى أنت المتفضل بها علي، ولذلك أنا عاجز. يا ربي والله أنا عاجز عن شكرك، فاعذرني إن جعلت من عجزي وفاقتي شفيعا بين يدي عجزي عن شكرك يا رب العالمين. إن أنت وقفت هذا الموقف ونجيت ربك بهذا الكلام فهذا هو الشكر، هذا هو الشكر الذي يطلبه الله عز وجل منك، أي شكر العبد لربه. لا يمكن أن يكون نعمة يسديها العبد إلى ربه مقابل النعم التي أسداها الرب إلى عبده، مستحيل. من أنت؟ أنت ومالك والنعمة التي تريد أن تتقرب بها إلى الله ملك لله عز وجل، والعبد وما ملكت يداه ملك لسيده. نعم، لكن ربي عز وجل يقول لك: أنا أكتفي منك بأن تعلن عن عجزك وأن تعلن عن ضعفك وأن تدين بالعبودية والولاء لي من خلال هذا العجز، فلا تطغيك النعمة التي أسديتها إليك، لا تطغيك
العافية التي أكرمتك بها، لا يطغيك المال الذي متعتك به. إن أنت وقفت عند الحدود التي أمرتك بها، لم تسكر بالنعم التي أسديتها إليك، وأعلنت عن عجزك وضعفك، فاعلم أنك عندي من الشاكرين. وإن كنت فعلا لست شاكرا بهذا، لكن الرب سبحانه وتعالى يكتفي مني بهذا القدر. وقد رووا كما يقول الإمام الغزالي في كتابه الإحياء أن سيدنا موسى ناجى ربه قائلا: يا رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة تحتاج إلى شكر، كيف أشكرك؟ فأوحى الله عز وجل إليه: أنك إن عرفت هذا فهذا هو الشكر الذي أريده منك، أنت من الشاكرين. عندما يقول العبد لربه: يا ربي أنا يعني أحب أن أشكرك، لكن أنا ضعيف، أنا لا أملك شيء، أنا ملكك، كيف أشكرك يا ربي؟ أنا أدين لك بالولاء، أدين لك بالعبودية، أنا ملك يدك، وأحقك أن أحب أن أشكرك، لكن لا أستطيع. هذا العجز إذا توج بالانضباط بأوامر الله، يعني لم تطغك النعم، هذا العجز الذي تستشعر به وتناجي به ربك هو في الحقيقة الشكر الذي يبتغيه الله سبحانه وتعالى منك. إذن فإياك أن تفتح أذنك لهذا الوسواس الشيطاني عندما يدخل في هاجسك الكلام الذي قلناه الآن: أنا لا أستطيع أن أشكر الله، شكري له من نعمه، إذن ينبغي أن أعلن عن عجزي عن الشكر، ومن ثم لا داعي إلى أن أشكر الباري عز وجل. وهذا يلجئني عندئذ إلى أن أتقلب في نعم الله عز وجل بدون ضابط وبدون قيود، وأن أطغى وأبغي بهذه النعمة. بعبارة أخرى أيها الإخوة، هل الباري عز وجل يحتاج إلى أن نشكره؟ معاذ الله. نعم، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نحن دائما نتصف بالفقر المطلق، والله عز وجل يتصف بالغنى المطلق. إذن فالله غني عن شكري له، غني عن الشكر الذي أتوجه به إليه، مهما كان تفسير الشكر الذي أتوجه به إلى الله. ربي عز وجل غني عن شكري. طيب إذن لماذا يطلب منا الشكر؟ نعم، لئن شكرتم لأزيدنكم. نعم، ويكرر الباري سبحانه وتعالى هذا الكلام: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. طيب يا ربي لماذا تأمرنا بالشكر وأنت غني عن شكرنا لك؟ مرد الشكر إلى من أيها الإخوة؟ إلى الإنسان. ما معنى شكري لله عز وجل؟ كل منا يضرب المثل بنفسه. الآن ربي عز وجل متعني وغمرني بنعم لا تحصى، وفعلا غمرني بنعم لا تحصى. الشكر عبارة عن كابح، مثل الكابح الموجود في السيارة عندما تريد أن تقلع بها وتسير بها في طريق. لا يمكن أن تعتمد على سيارتك إذا لم تكن مطمئنا إلى الكابح الذي فيها. طيب الشكر عبارة عن كابح، كابح ضد الأخطار التي قد تحيط بي. أنا الآن منعم بمال وفير أكرمني الله عز وجل به، إن
أغضيت عن الشكر ونسيت واجب الشكر لله عز وجل، ونسيت أن هذه النعم جاءتني من عند ربي ومولاي وخالقي، سأرقص أمام هذه النعم التي تتألق من حولي وسأسكر بها ولسوف أطغى بها. والإنسان من شأنه الطغيان، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. نعم، عندئذ تنطوي الإنسانية الموجودة في كياني وتنتشر في مكانها وحشية ما مثلها وحشية بسبب هذه النعمة التي أسكرتني. كذلك نعمة القوة والعافية، كذلك نعمة المكانة والزعامة، اللتين يمكن أن يبوئني الله عز وجل عرشهما. شأن الإنسان إذا نسي شكر المنعم، إذا نسي حقيقة المصدر الذي جاءت منه هذه النعمة، ونسي المشاعر التي شرحنا بها النعمة الآن، شأن الإنسان عندئذ أن تطغيه النعمة. فإذا أطغته النعمة، الضرر والوبال يعود إلى من؟ إلى الإنسان أم إلى الله؟ يعود إلى الإنسان. بجوز ما يعود إلي، لكن بيعود إليك، بيعود للأسرة الإنسانية. عندما أطغى بنعم الله عز وجل، أتمرد بها، أظلمك، أظلم الآخر والثاني والثالث. وأنت عندما تتمتع بالنعم التي يسديها الله عز وجل إليك، تطغى وتبغي بها، وهكذا الأسرة الإنسانية تتحول إلى وحوش. نعم، يقضي الظالم، يقضي القوي فيها على الضعيف، وهكذا. طيب، ما الذي ينجي الأسرة الإنسانية من هذا الخطر الوبيل؟ هذا الكابح الذي هو الشكر. فأنا إذا رأيت هذا المال الذي عندي، رجعت إلى العافية التي يمتعني الله عز وجل بها، وربطت النعم بالمنعم، ورأيت أنه أنا من؟ أنا ماذا كنت؟ أنا لا شيء لولا أن الله عز وجل نعم سكب في كياني العافية، والله الآن كنت أنا مشلول. ولولا أن الله عز وجل رزقني المال، الآن أنا كنت شحاف على الطريق. ولولا أن الله عز وجل متعني بالمكان والقوة، ما كان أحد يأبه لي إطلاقا. إذن فربي هو المتفضل، إذن أنا فقير إلى الله والله هو الغني. عندئذ أقف موقف المسكنة من الله، وأقول يا رب أنت المتفضل علي، والله أنا أريد أن أشكرك، لكن كيف بدي أشكرك؟ شكري لك فضل آخر منك علي. لذلك أنا لا أستطيع أن أعبر عن شكري لك إلا بشيء بسيط، أنني سأستعمل نعمك فيما قد خلقتني من أجله. لن أطغى، لن أبغي. نعمة جاءتني من عندي ربي، أسكر بها؟ أعوذ بالله. كيف؟ نعم، هذا هو الشكر. شكر العبد الذي لا يملك من أمر نفسه شيئا، للرب الذي يملك كل شيء. فأنا إذا وقفت هذا الموقف، أكون قد استعملت الكابح. وعندما أستعمل الكابح، النعم تفيدني وتفيد غيري أيضا، وليس فيها أي خطر ولا ضرر. طبعا المفروض كل أفراد الأسرة الإنسانية، المجتمع الإنساني، يتعاملون مع الله على هذا الأساس، ومن ثم الكل يكونون متآلفين، متوادين، متحابين، وهكذا. لاحظوا كيف كابح الشكر ماذا يصنع؟ جعل إنسانية الإنسان تتنامى، وجعل قابلية الوحشية عنده ترقد. نعم، وكل إنسان عنده قابليتين، قابلية الوحشية مطوية، وقابلية الإنسانية أيضا مطوية. الدين ينشر القابلية الإنسانية ويطوي الوحشية التي عند الإنسان. هذا ما هذه هي فائدة الشكر. فالباري لما قال واشكروا لي ولا تكفرون، صحيح قال اشكروا لي، لكن مرد شكرك لله إلى الإنسان نفسه.
ربنا عز وجل عندما أنقذ بني إسرائيل من براثن فرعون وأنجاهم نعم عن طريق الخارقة التي أكرم الله عز وجل بها سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، ماذا قال؟ قال: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من رزق ربكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. هذا تفسير واضح للكلام الذي كنا نقوله. يتمنن الباري على بني الباري عز وجل على بني إسرائيل أنه أنجاهم وطمأنهم وأنزل عليهم رزقا غير منظور وغير متوقع، المن والسلوى، طعامان لم ينصب ولم يتعب بنو إسرائيل في تحضيرهما إطلاقا، ومدة طويلة من الزمن كان هذا هو طعامهم. كلوا مما رزقناكم، هذا طعام، ولا تطغوا فيه، هذا معنى شيء، لا يطغينكم هذا العطاء، لا يسكرنكم هذا العطاء فتخرجوا عن حدود إنسانيتكم وتنسوا عبوديتكم لله الذي أعطاكم. لا تطغوا فيه، لأنكم إن فعلتم هذا يحل عليكم غضبي، ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، راح هلك يعني. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذا معنى شكر العبد لله عز وجل. إذن العبد لا يستطيع أن يكافئ ربه عندما ينعم الباري عز وجل عليه أبدا. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، هذا خاص بعلاقة الإنسان مع الإنسان. فزيد من الناس عندما يكرمني أنا أستطيع أن أكافئه على إكرامه، وهكذا. لكن نحن عباد الله عز وجل كيف نكافئ ربنا عز وجل على عطائه؟ لكن رب العالمين يقول لنا: أنا الغني وأنتم الفقراء، ماذا أريد منكم؟ أريد منكم ما يسعدكم، أريد منكم ما يصلح حالكم، أريد أن تتذكروا عجزكم، أريد هذا الشعور ذاته، أن يعلم الواحد منكم أنه يحب أن يعبر عن شكره لله لكنه عاجز. ما الذي أملكه حتى أعطيه لله؟ أنا نفسي مملوك، ما الذي أملكه حتى أعطيه لربي سبحانه وتعالى؟ فأنا أقول: يا رب كم وكم أود أن أشكرك ولكنني عاجز، أنا ملك يمينك، شكري لك نعمة أخرى تضاف إلى نعمك، ومن ثم فإن علي أن أشكرها لك، وهكذا فأنا أنتهي إلى العجز المطلق، لذلك أعذرني يا ربي. هذا الشعور هو شعور المسكني، شعور العبودية، يبعدني عن الطغيان. هذا شعور يتناقض مع الطغيان، لا يمكن أن أطغى وأبغي بالنعمة في هذه الحالة. عندئذ ربي عز وجل يدخلني في قائمة الشاكرين، يدخلني في قائمة الشاكرين، في حين أني ما عملت شيء، أنا شو سويت؟ هذا فضل كبير من الله سبحانه وتعالى. هذا ما يجب على الإنسان أن يعلمه وأن يفعله، وإذا فهم الإنسان هذه الحقيقة ازداد قربا من الله وازداد حبا لله سبحانه وتعالى. أنا في كثير من الأحيان أدعو، وفي كثير من الأحيان أدعو معكم هذا الدعاء، أقول: اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان، لك الحمد على نعمة الكفاية، لك الحمد على نعمة الإيواء، لك الحمد أن عرفتني على ذاتك العلية، لك الحمد أن على ما أقمتني فيه، بعدين أقول: لك الحمد أن أنطقت لساني بحمدك، لأن حمدي لك نعمة أخرى،
لو لم تلهمني هذا الحمد ماذا كنت أصنع؟ فالنعم من أجل النعم أن أحمدك يا رب العالمين، لك الحمد أن أنطقت لساني بحمدك. عندما تقول أنت هذا الكلام يجعلك الله عز وجل من الشاكرين. وماذا أعطيت؟ شو اللي خسرته أنت بهالكلام؟ ولا شيء، ولا شيء. انظروا أيها الإخوة إلى حديث حبيبنا رسول الله، الحديث الذي يرويه مسلم وغيره، حديث صحيح، يقول إن الله يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، وأن يشرب الشربة يعني من الماء فيحمده عليها. يرضى، مرتبة الرضا ليست قليلة أيها الإخوة، مرتبة رضا الرب عن العبد مرتبة عالية جدا جدا. ما ثمنها؟ ما ثمن الرضا الذي نلته من الله عز وجل؟ ماذا أعطيت؟ ما هو المال الذي خرجت منه؟ ما هو الجهد الذي بذلت؟ ولا شيء، أكلت مما رزقني الله، ثم قلت لك الحمد يا رب على هذا الطعام الذي أنعمت به علي، ظمئت فشربت من الماء الذي أكرمني الله عز وجل به، وقلت يا رب لك الحمد على هذه النعمة، هذا الماء النمير العذب الذي أكرمتني به، هذا ما فعلته. وما معنى لك الحمد؟ فسرنا الحمد الآن، الحمد والشكر معنى واحد قريبين. يعني يا ربي أنا عاجز والله، بتمنى كنت يعني اطلع عن ملكي واعطيك يا، بس ما أنا شو أنا؟ ما بملك شيء، لذلك يا ربي اقبل مني عجزي، اقبل مني ضعفي، فأنا هذا هو شكري لك، هذا ما أعطيته. باري عز وجل يرضى عني رضا أن تاما بناء على هذا الموقف. كم وكم الإنسان مدين لمولاه وخالقه سبحانه وتعالى. هذا يذكرنا بكلام يقوله ابن عطاء الله في مكان آخر: من تمام نعمته عليك أن خلق فيك ونسب إليك. من تمام نعمته عليك أن خلق فيك، يعني يلهمك المجيء إلى هذا المكان، يلهمك القيام بالعبادات التي شرعها وأمرك، يلهمك أن تعطي الفقير شيئا من المال مما تملك، يلهمك هذا. طيب هذا من خلق الله سبحانه وتعالى، خلق فيك، لكنه عز وجل هو الخالق، إلا أنه ينسب هذا الأمر إليك ويعدك يعني متقربا إلى الله بجهد وبعمل وفير ويثيبك على هذا. فالفضل كله منه وإليه. نعم. وهذا معنى قوله سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. كم وكم يعني كادت هذه الآية أن تسكرني، أن تسكرني من الحب لله عز وجل، من يعني التقدير، ماذا أقول، من اللطف الرباني. من ذا الذي يقرض؟ الباري يجعل من نفسه مقرض، مستقرض، يجعل من ذاته العلية ماذا؟ مستقرض، ويجعلك مقرضا له. معقول؟ نعم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يعطيك المال وينعم عليك به ويكرمك برغد العيش، هو الذي أعطاك، ثم يقول لك: ألا تقرضني شيء من هذا المال الذي تملكه؟ لئن أقرضتني شيء من هذا المال لأوفينك هذا المبلغ مضروبا بأضعاف كثيرة. ألا تقرضني؟ الله، ألا أخجل من هذا الكلام الحلو الذي يقوله لي الله؟ أنا من أنا؟ أنا ملك ربي، مالي، ثوبي، طعامي، شرابي، أنفاسي الصاعدة والهابطة، كلي ملك لله عز وجل. ثم إن الله عز وجل تفضلا منه وإحسانا
يقول يطعمني ويعطيني ويغنيني ويقول ألا تقرضني شيء من هذا المال الذي معك. لذلك ينبغي أن نقول اللهم أنت رب المحامد كلها، منك الفضل كله وإليك الفضل كله، أنت المتفضل علينا بما توفقنا إليه من قربات، فكيف أسألك أجرا على عمل أنت المتفضل به علي. المؤمن يخجل يستحي، يا رب أنا صدقت، أنا فعلت، أنا كذا، اكتب لي الأجر على هذا. والله عندما تدرك الحقيقة التي يذكرها لنا ابن عطاء الله تخجل من أن تطالبه، تخجل من أن تطالبه كجزاء، لكنك تطالبه منعما متفضلا متكرما عليك بدون مقابل. قل له يا رب والله أنا ما بستحق شيء، لكن أنت كريم، أنت كريم تعطي، نعم، فأعطني يا رب مزيدا من النعم التي تتفضل بها علي. هذا أيضا مثل قول الله عز وجل في سورة الرحمن، هذا الكلام الحلو العجيب، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الباري عز وجل كأنه يضع ذاته العلية منك في مرتبة واحدة، في مرتبة واحدة، نعم، يقول إن أحسنت إلي يا عبدي، معقول أنا ما أحسن إليك؟ لأنك إن أحسنت إلي يجب أن أحسن إليك، لأن جزاء الإحسان الإحسان. لكن كمان المعنى الآخر تدل عليه الآية، هل جزاء الإحسان من الرب عندما يصل إلى العبد إلا الإحسان من العبد أن يرتقي إلى الرب؟ فربي عز وجل ما فرق بين الطرفين أبدا، قال هل جزاء الإحسان من أي طرفين، من العبد إلى الرب أو من الرب إلى العبد، إلا الإحسان من الطرف الثاني؟ لاحظ، في حين أنك إذا تأملت في طرفين محسنين، الإحسان منين كله بيجي؟ من المحسن الأوحد هو الله، ولا يمكن أن تكون أنت محسنا إلى الله حتى تقول له تعال حسين أنت كمان إلهي أنا أحسنت إليك. هذا تحبب من الله لنا، تلطف من الله عز وجل لنا. أما في الحقيقة ونفس الأمر فالإحسان كله من الله، أي أن الله عز وجل أكرمني بمعرفته، شرح صدري للتوجه إليه، عرفني على ذاته، حبب إلي الإيمان، كره إلي الكفر والفسوق والعصيان، أغدق علي من نعمه، طمأنني، أعطاني المال، أعطاني الطعام، سخر لي الدنيا كلها. طيب هذا كلهم إحسان من الباري عز وجل. بيجي بيقول لي كمان إحسان أنت إلي مثل ما أنا أحسنت إليك. أنا شو بدي أحسن إلى الله؟ شو ما هو المال ماله، والتوفيق منه، والعبادة بتوفيقه، كل ذلك بتوفيقه، نعم. لكن هذا عبارة عن تلطف من الله وتحبب منه إليك حتى تحبه، نعم. هذا الكلام الذي أقوله لكم أيها الإخوة، شعورنا بهذا الكلام وهيمنة هذا الشعور على كياننا هو الشكر، هو الشكر الذي يتطلبه الله عز وجل منا، وهذا الشعور هو الكابح الذي يحجزنا عن الظلم ويحجزنا عن الطغيان. ولو أن الأسرة الإنسانية كانت خاضعة لهذا القانون، تشكر المنعم المتفضل بهذا المعنى لا أكثر، لرأيت أن حياتنا الدنيا هذه عبارة عن واحة ظليلة مليئة بالنعيم المقيم، مليئة بالحياة العذبة، مليئة برغد العيش. الإنسان لا يطغى على أخيه الإنسان، الإنسان لا يظلم أخاه الإنسان، مجتمع إنساني متحاب متآلف تحت مظلة شكر الله،
عز وجل، لأنه الكابح الذي يمنع الإنسان من أن يجمح وأن يتجاوز حده إلى أي ظلم أو طغيان أو نحو ذلك. لكن لما وجد من سكر بالنعم، سكر بالعطاء، والسكر متفاوت، في سكر درجة أولى وفي سكر أقل وفي سكر أقل وفي نعم، لما وجد من يسكر بنعم الله عز وجل غاضت الإنسانية، وغاض من جراء ذلك التآلف والوفاء، وظهرت في مكان ذلك الوحشية، وهي أيضا متفاوتة في درجات شتى. المطلوب من الإنسان في هذه الحالة وفي كل الأحوال التي يسدي الباري عز وجل فيها نعمه علينا، أن نشكر الله بهذا المعنى، وأن لا نقول أنا ما لست يعني قادرا على أن أشكر الله عز وجل، ولذلك هو غني عني وأنا ما راح أشكره. نعم، هذا لؤم، والإنسان لا ينبغي أن يكون لئيما بشكل من الأشكال. نحن لا نريد أن نتحدث عن أكثر من مجتمعنا، مجتمعنا الذي نعيش فيه، مجتمعنا الذي نعيش فيه فيه مع الأسف هذا الداء الذي يحذرنا منه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. كم وكم نلتقي في مناسبات مع أناس أكرمهم الله بنعم شتى، وزاد من فضله عليهم وزاد من إكرامه لهم، أغرق حياتهم بالنعم المتنوعة الكثيرة، بدلا من أن يقول الواحد منهم كما كان يقول سيدنا سليمان بن داود، نعم هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن يشكر فإنما يشكر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، هكذا يقول سيدنا سليمان. لو جاز لإنسان أن يطغى بنعمة من النعم لكان أكثر الناس عذرا بالطغيان من سيدنا سليمان، لأن النعم التي أسداها الله عز وجل إليه لم يسديها إلى أحد من بعده. الذين يتباهون اليوم بالحضارة الغربية والمخترعات وما إلى ذلك، والله لم يبلغوا ذلك الشيء أبدا. الباري سبحانه وتعالى حقق دعاء سيدنا سليمان عندما قال وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وهبه ذلك، وهبه نعما شتى نوعية وغريبة وعجيبة. نعم، هلا الآن سأذكر الحكمة من دعاء سيدنا سليمان بهذا الدعاء واستجابة الله عز وجل له. لكن أقول لو جاز لإنسان أن تسكره النعمة لكان أولى الناس بالسكر من سيدنا سليمان. سخر الباري له الريح، سخر الباري له الجن، سخر له الباري مخلوقات كثيرة، أخضع الله له الحيوانات، نعم بصره بلغات شتى، لغات الحيوانات المختلفة، كل هذا غير موجود الآن. الحكمة من هذا أيها الإخوة أن لا يوسوس الشيطان إلى أحد منا فيقول هذه الحضارة التي نراها اليوم لم يتمتع بها الإنسان القديم أبدا، هذه ظاهرة حضارية موجودة إنما تمتع بها الإنسان بسبب التقدم العلمي والتقني المضطرد المضطرد المضطرد. ولذلك كان كل ما رجعنا إلى الوراء نجد أن الإنسان كان فقير لأنه كان معلوماته بسيطة، كل ما رجعنا لوراء نلاقي معلوماته أبسط معلوماته أبسط وهكذا. أما اليوم العلم تقدم فكل شيء صار موجود، ولذلك الآن الخروج إلى الفضاء، غزو الفضاء، الغوص في داخل الأرض، البحار، المخترعات، كل هذا شيء جديد. لا، ليس شيئا جديدا. ربي عز وجل ألهم سيدنا سليمان أن يدعو الله أن يكرمه بحضارة لا يستطيع أحد من بعده أن يلقى إلى شأوها، ومتعه الله عز وجل بذلك. فتعالوا فانظروا وقارنوا، مهما تقدمت الحضارات ومهما تقدمت المدنيات، قارنوا بين
الحضارة التي متع الله بها سليمان بن داود وبين هذا الذي يفتخر وينتشي به هؤلاء الناس في هذا العصر. تدرك عندئذ أن الرب سبحانه وتعالى هو الفعال، والإنسان لا يتقدم صعودا بشكل أوتوماتيكي وشكل آلي بناء على عقله، ولكن الرب هو الذي يفعل. ومن ثم فإن الحضارات تسود وتبيد، الحضارات تنشأ وتزدهر وتزدهر ثم إنها تخفت وتنقضي، تأتي حضارة أخرى، وهكذا. هذه هي الحقيقة العلمية. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين شكرا يرضيه عنا. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان، لك الحمد أن حببت إلينا الإيمان وزينته في قلوبنا، لك الحمد أن كرهت إلينا الكفر والفسوق والعصيان، لك الحمد على نعمة الكفاية، لك الحمد على نعمة طمأنينة العيش، لك الحمد يا ذا الجلال والإكرام أن عرفتنا على ذاتك العلية، لك الحمد أن جمعتنا في هذه الرحاب، لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك. اللهم أنت رب المحامد كلها، منك الفضل كله وإليك الفضل كله، أنت المتفضل علينا بما توفقنا إليه من قربات، فكيف نسألك أجرا على عمل أنت المتفضل به علينا، ولكننا نسألك من كرمك الذي لا حد له، نسألك من جودك، نسألك من عطائك، اصفح اللهم عنا صفحك الجميل، لا تحاسبنا بشيء من أخطائنا ولا ذنوبنا، لا في دنيانا ولا في آخرتنا. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، وقفنا ببابك مثقلين بأوزارنا، معترفين بتقصيرنا، التصقنا بأعتاب كرمك وجودك، بسطنا أكف الرجاء إلى سماء رحمتك. فيا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن ولا يمن عليه، نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، ونسألك بثقتنا بحكمتك وبحسن ظننا بك يا رب العالمين، أن لا ترد أكفنا الساعة عن بابك خائبين يا رب العالمين. أنت الرب الكريم، نحن عبادك الضيوف نازلون بساحة كرمك، وأنت الرب الذي أمرت عبادك بإكرام الضيفان. أكرم يا رب ضيوفك، أكرم ضيوفك النازلين في ساحة فضلك وجودك يا رب العالمين. اللهم أعطي من كل منا في هذه الساعة المباركة ما يبتغي ويريد، في حدود ما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. يا مولانا يا رب العالمين، يا من يرى مكاننا، ويا من يسمع كلامنا، ويا من يرى سرنا وعلانيتنا، من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا أينما كان خذه أخذ عزيز مقتدر، خذه يا رب أخذ عزيز مقتدر، خذه أخذ عزيز مقتدر. استجب اللهم دعاءنا، وحقق اللهم رجاءنا، وفرج اللهم عنا ما أهمنا وأغمنا، وأعط كل منا سؤله. اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.